في صورنا القديمة تظهر معاول أجدادنا وهي تحفر القناة. هنا ابتلت الأجساد بمياه البحرين وعرق الصخرة. هنا شق المصريون معجزتهم المعاصرة. هنا سرق المستعمرون عرقهم وأرواحهم. هنا تحولت القناة وتاريخها في لحظة إلى مانع مائي. تصور العدو أنه بات جحيماً تغذيه بالنيران صهاريج النابالم عبر 31 نقطة مركزية. رسمت صهاريج النابالم شقاً دامياً بين ضفتي القلب، شقاً من النيران والكراهية، من الغرور والثقة. كنا في ظهر 6 أكتوبر، شاهد العالم آلاف المقاتلين يقهرون المياه على المراكب المطاطية والكباري المحمولة. سد الأبطال فتحات الجحيم، جفت صهاريج النابالم، وعادت القناة لأهلها ضاحكة مستبشرة تقول في بطاقة النصر: أنا ابن معاول المصريين وشريان كفاحهم، أنا ابنة نصر الصائمين، أنا حاملة الخير. تحت هذه السماء وفوق هذه الرمال كتب المصريون بالدم والعرق بطاقات هوية جديدة للنصر. لمعت السطور بلون الحقيقة وبهتت الأكاذيب، تقزمت أكاذيب العدو وتهاوت أساطيره تحت سواعد الرجال. في بطاقة الغرور الأولى كان خط بارليف يعرف نفسه: أنا الساتر الذي لا يقهر، أنا ابن خط ماجينو الفرنسي الذي لا يعرف الهزيمة، سقفي عصي على التسلق، ساتري الترابي يضمن أمني، ودشمي الحصينة ستحصد الأرواح. تمزقت بطاقات وتبعثرت أوراقها، ذابت السطور وضاعت معالمها، انهار الساتر أمام مضخات الماء، انتصبت قامة الأعلام المصرية على سقفه، وخرت الحصون ذليلة مع صيحة الله أكبر. هنا أعاد بارليف تعريف نفسه: أنا الجسر الذي هوى، والأسطورة التي ماتت، والكبرياء الذي أصبح عارا. 6 سنوات تغيرت فيها مسميات رمال سيناء. قال المحتل أنها أرض الأحلام وجائزة التائهين. اختفت فيها حروف العرب، لكن لسان أهلها الطيبين قاوم. جاءها الغاصب يقيم جدران الخوف، يحتفي بنهب روح أرض الأنبياء. في أكتوبر رفع الساعد السيناوي راياته، وشدت ذرات الرمال بلسانها العربي، وأعلنت النصر.